لم تكن الإصابة الدائمة بالنسبة له خياراً، ولكن أن تلازمه العكازات كان كذلك، فإرادته القوية ورغبته في أن يقف دون الحاجة لعكازات دفعته لصنع طرف صناعي لنفسه بأدوات بدائية، لكنها وإن مكنته من الوقوف والجلوس لم تمكنه من الحركة، ليضطر لترك محاولته خلفه واضعاً قدمه الواحدة وعكازاته في بداية طريقه لرحلة علاج أخرى لم تختلف نتائجها كثيراً. أصبت بقذيفة هون في شارع العواضي، وقمت بصناعة طرف من أدوات عادية، والتحقت بمركز الأطراف وصنعوا لي طرف برضو لم يفي بالغرض. مركز الأطراف الصناعية كان وجهته ككثيرين مثله من فاقدي الأطراف الذين وجدوا أنفسهم يبحثون عن أطراف صناعية علها تعوض لهم وظيفة جسدية فقدوها، ولكن المركز الذي أعيد تشغيله بمبادرة مجتمعية تدعى لن نقهر، والتي جعلت من هدفها اسما لها ينقصه الكثير من الإمكانات، خصوصا بعد توقفه لأكثر من عام في مدينة لا زالت تعاني من القصف والحصار. فالمعامل تركب أطرافا مؤقتة بمواد أولية وبسيطة، والعاملون فيها متطوعون، لكن حاليا نحن نعمل بمواد وبأطراف مبدئية، لكن ما نريده ونتطلع إليه هو العمل بمفاصل هيدروليكية اللي هي تتبع شركة أوتوبوك الألمانية، هناك شركة أخرى لكنها تعتبر حديثة وتواكب تطور الأطراف الصناعية. متطلبات يحتاجها المركز قد يشكل وجودها فارقا في نوع الأطراف المنتجة، كما سينعكس على نفسية الجرحى وحياتهم ليتجاوزوا معها شعور فقد جزء من أجسادهم.